من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، تحية طيبة لكم مشاهدينا عبر قناة أوغريت ومستمعينا عبر إذاعة أمواج، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ملفات قانونية. مشاهدينا، من المعروف أنه كلما ازداد استخدام الإنترنت في الحياة الشخصية أو المهنية، كلما ازدادت مخاطر تعرضنا لهذه الجرائم، جرائم المعلوماتية أو الإلكترونية، والتي ظهرت كنتيجة للتطور التكنولوجي والتقني المتسارع. ولهذا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في عام 2022 القانون رقم 20، والذي بين فيه مفهوم الجريمة الإلكترونية وأشكال والعقوبات التي ستتم في حال وقوع هذه الجريمة. طبعا لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الجريمة الإلكترونية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ المحامي علي عبد الرحيم. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا وسهلا في تونس، سعد أوقاتي. بداية أستاذ علي، خلينا نعطي للمشاهدين مفهوم واضح ودقيق للجريمة الإلكترونية. بداية، المرسوم القانون رقم 20 لعام 2022 وضع من أجل تنظيم القواعد القانونية الجزائية التي وضعها القانون 17 لعام 2017. طبعا وضع هذا القانون، لماذا نحن بدنا ننظم القواعد القانونية؟ لأنه نتيجة التطور التقني الحاصل، نتيجة استخدام التكنولوجيا وانتشارها في المجتمع، كان لابد من إعادة تنظيم هذه القوانين بما يتوافق مع التطور التكنولوجي. فالجريمة الإلكترونية هي جريمة تستخدم باستخدام وسائل إلكترونية، قد تكون موبايل، كمبيوتر، أي وسيلة إلكترونية، وأن يكون الهدف من هذا الاستخدام هو محل معلومات، محل المعلومات. نعم. على الشبكة. هذا دون المعيارين كان عرفهم القانون 17، القانون السابق لعام 2012، وقال أن عندما تكون جريمة إلكترونية يجب أن تحقق المعيار الأول، أن تستخدم بوسائل إلكترونية أو أن يكون محلها، محل الجريمة الإلكترونية هي المعلومات. نعم. القانون الجديد دمج هاتين المعيارين، وقال لتكون جريمة إلكترونية صرفة يجب أن تكون مستخدمة بأحد الوسائل الإلكترونية، كمبيوتر، موبايل، وأن تكون محلها أو مطرحها المنظومة المعلوماتية والمعلومات المخزنة فيها. أضاف إليها معيار جديد على هؤلاء المعيارين، وهو أنه كل من أنشأ أو دار موقعا إلكترونيا أو صفحات إلكترونية وكانت هذه كان مسؤولا عن كل محتوى رقمي ينشر في هذه الصفحة. هذا الإضافة اللي أتت على المعيارين السابقين. إذا نعم. تم إضافات أخرى على القانون. نعم. رقم 17 لعام 2012، وطبعا جمع بين المحتوى وبين أيضا الوسيلة حتى تكون جريمة إلكترونية. طيب خلينا نتطرق لنقطة كثير مهمة، وهي بعض المصطلحات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الشير، مثل اللايك، مثل أيضا الكومنت. خلينا نشوف مثلا في حال أساء المستخدم استخدام هذه اللايكات أو المشاركة أو أساء استخدامها، شو بتكون عقوبتها وإمتى بتكون جريمة إلكترونية؟ المشرع فرق بين جريمة المستخدمين وجريمة مقدم الخدمات. التعريفات اللي أطلقها المشرع حرفها بين مقدم الخدمات وبين المستخدمين. فقال مقدم الخدمات هو مثلا مزود الخدمة الذي يؤمن النفاذ إلى الإنترنت منذ بداية الخدمة وإلى نهايتها ودوره انتهى. وقال هناك مقدمي خدمات، مقدمي خدمات استضافي، مقدمي خدمات تطبيقات، والتي من خلالها سيكون التعامل مع المحتوى أو المعلومات الموجودة على الشبكة. فنظم المشرع بين مستخدمين وبين مقدمي الخدمات، ووضع الالتزامات والحقوق لكل واحد منهم، ثم وضع العقوبات. فلنعطي مثالا، عندنا شخص أنزل منشورا على صفحات التواصل الاجتماعي، هذا المنشور يحوي على محتوى مسيء. طيب عندنا نحن الشير أخطر من اللايك والكومنت. فالشير هو إعادة النشر، إعادة النشر هو بحكم النشر، فيتحمل المعيد النشر عقوبة التجريم نفسه التي ستتطال الناشر.
الناشر الأساسي. الناشر الأساسي. نعم. وقد يكون هو أخطر من الناشر الأساسي، قد يكون هو شخص معروف اجتماعياً. نعم. عنده متابعين أكثر. عنده متابعين أكثر، لديه مجموعة من الناس المتابعين، فأعاد نشر المعلومة، أعاد نشر على إلى شريحة أكبر. نعم. فيصاد عقوبته ستطال نفس عقوبة الناشر بحكم القانون. التعليق اللايك، نحكي على اللايك، ناس كثير بتحط لايك. اللايك بصراحة لم يجرمه القانون بالرقم 20، لأن مع أنه البعض قال أنه هو تدخل في ارتكاب الجريمة، لكن القانون عرف جريمة التدخل وقال هي تدخل أو تجديد عزيمة الفاعل، لها معيارين. يجب أن يتم التدخل قبل ارتكاب الجرم وليس بعد ارتكاب الجرم. يعني شخص يريد أن يقتل شخص، فجاء بجانبه شخص آخر وقال له نعم اقتله، أنه يستحق القتل ويجب أن تتخلص منه، ويجب فشدد عزيمته على القيام بالجريمة. أما اللايك وضعت بعض وضوع المنشور وبالتالي لم يتم التدخل. نعم. المعيار الثاني للتدخل في الجريمة أن يكون الشخص المتدخل بجانب الفاعل، يعني ويشدد عزيمته بجانبه. أما نرى نحن منشورا وضع في اللاذقية ووضع اللايك في دمشق، صحيح، فلا يوجد ارتباط بين المنشورين. فاللايك غير مجرم. بالنسبة للكومنت استاذ، يعني مثلا انا نعم. راح اعطيك مثال مشان تعطيني تماما اذا كانت هي تعتبر جريمة الكترونية وشو عقوبتها. نعم. مثلا في حال احد الاشخاص نزل على احدى وسائل التواصل الاجتماعي محتوى رقمي، هيدا المحتوى كان عم ينتقد عمل احدى الشخصيات، سواء كانت هي الشخصية اعتبارية او شخصية عادية، طبعا دون الإساءة للشخص، كان عم ينتقد العمل، عم ينتقد بحد ذاته، لكن إجا بالتعليقات أحد الأشخاص أو الكومنتات أحد الأشخاص اللي طاول على هي الشخصية الاعتبارية. نعم. وحكى بحقه كلام يعني قدح وذم. هون كيف بتكون المسؤولية بتوقع على الناشر وعلى الشخص اللي علق؟ المسؤولية بين الناشر والمعلق مسؤولية شخصية. نعم. يعني ما في بيناتهم ارتباط نهائيا. فالناشر وضع محتوى رقمي، هذا المحتوى الرقمي لا يسيء غير مسيء الى شخصيه الناقد. احدهم علق تعليقا، نعطي مثال، مثلا احدهم وضع نشره لصرف اسعار الصرف للعملات، وهذه النشره استقاها من نشره مركز سوريا، المصرف السوري المركزي، وهي لا ينشر اخبار كاذبه وهي حقيقه ما حددها، فيكون هو نشر محتوى قانوني. أحدهم وصادق وصحيح. وصادق وصحيح. نعم. أحدهم وضع تعليقا مسيئا فيه قدحا أو زما لواضع هذا القرار أو لواضع هذا النشرة. هون المسؤولية منفصلة. فمسؤولية الناشر تختلف عن مسؤولية المعلق. المعلق يخضع لعقوبة منفصلة عن عقوبة الناشر. لكن إذا علم الناشر، إذا علم عفوا صاحب المنشور مثلا، ليكن عندنا نحن صاحب منشور ومقدم خدمات، هو من مقدمي الخدمات ويقدم خدمة عامة، هذا المنشور مرخص من الهيئة العامة للاتصالات، فعندما من شروط الترخيص أن يقوم بمسح التعليقات المسيئة أو الفيديوهات المسيئة الموجودة، فإذا لم يقم بالمسح فإنه خالف التزامات الترخيص، فهون يجب أن يقوم بمسح التعليق المسيء وأن يخبر الجهة المرخصة بأنه قد حذفه. لنفرض أنه فمجرد الإبلاغ، مجرد أن يبلغ مقدم الخدمات لهذا الشخص أنه لديه تعليق مسيء، فمجرد الإبلاغ عليه بحذفه وإلا كان مسؤولا صاحب الصفحة أو صاحب الموقع أو صاحب المنشور. مجرد إبلاغه، أنا أبلغتك سواء عن طريق مقدم الخدمات اللي أبلغه أو عن طريق شخص اتصل به وقال له هذا المنشور مسيء، فعليه أن يحذفه. من تاريخ الإبلاغ أصبح صاحب المنشور مسيء، لكن قبل إبلاغه ليس له علاقة بالتعليق. نعم. طيب سؤال ثاني، إذا أنا عندي صفحة شخصية على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وتم تهكير هذه الصفحة من قبل أحد الأشخاص، الشخص اللي هكر الصفحة صار ينزل محتويات رقمية على الصفحة مسيئة، يعني تعتبر من الجرائم الإلكترونية، أنا صاحب الصفحة الأصلية اللي تهكرت صفحتي، هون شو بيكون في علي أي جرم؟ اولا معظم الصفحات الالكترونيه غير مرخصه، يعني الصفحات الشخصيه. نعم. اقصد انا غير مرخصه، فاذا تم انتهال او عفوا اخذ صفحتي او انتهال صفتي، فاستطيع ان الجا الى القضاء وان اتقدم بان الصفحه مهكره وليست لي. طبعا هناك ادله رقميه
هذه الأدلة الرقمية ممكن أن يطلبها القضاء من مقدم الخدمات، نعم. وهو ملزم بيعطيها أدلة رقمية دون التعرض لخصوصية المعلومات الموجودة فيها، نعم. نتيجة الأدلة الرقمية تتبع الحركي يمكن الوصول إلى الشخص أو يمكن الوصول إلى أن هذه المناشير ليست عائدة للشخص وإنما للشخص، نعم. الآخر، نعم. وحضرتك بالجواب ذكرت إذن الدليل الرقمي، نعم. طيب خلينا نحكي ما هي حجية الدليل الرقمي وإمتى بيكون هو ثابت لدى القضاء؟ بداية ما هو الدليل الرقمي؟ نعم. الدليل الرقمي هو بيانات الحركة التي يقدمها مقدم الخدمات الذي هو يلزم أن يقدمها إلى القضاء. إذن الدليل الرقمي لا يعطى إلا بأمر من السلطة القضائية، والدليل الرقمي هو أن يرسل السلطة القضائية إلى مقدم الخدمات يطلب منه بيانات الحركة، يعني تاريخ دخول المستخدم إلى الإنترنت، ما هي المناشير التي علق عليها، ما هي المناشير التي وضعها، نعم. كل هذه البيانات دون أن يمس بخصوصيته للمشترك، دون أن يعدل في المحتوى أو يمس بشخصيته. هذا الدليل الرقمي له حجي، له حجي أمام القضاء، لكن القضاء الجزائي يعني له حرية، القاضي الجزائي له حرية وحرية الإثبات لديه متاحة أمام وسائل الإثبات، بعكس القضاء المدني الذي هو مقيد بحرية الإثبات. فالقاضي الجزائي لا معقب على قراراته على قناعاته الوجدانية إلا ضميره وشرفه، لكن إذا كان لدينا دليل رقمي مستقى، هذا الدليل الرقمي من مصدر موثوق، بيانات حركي ووثوقة، شخص متى دخل متى خرج يقدم إلى القضاء الجزائي، فالقاضي الجزائي يأخذ بهذا الدليل الرقمي. لكن حافظ المشرع على حرية القاضي الجزائي قال المحكمة يعود لها تقدير حجية الدليل الرقمي، نعم. لكن هذا التقدير لحجية الدليل الرقمي يجب أن تستند إلى بيانات. فمثلا القاضي الجزائي لا يستطيع أن يقول أنا لا أريد هذا الحجية الدليل الرقمي فقط، هذه ليست قناعة وجدانية، وإنما مثلا أنا لدي دليل رقمي أو دليل رقمي استقيته من مقدم الخدمات، هذا الدليل الرقمي يوضح بيانات الحركة للشخص، فالقاضي ملزم أن يأخذ به، إلا إذا كان مثلا الخبير الذي أتاني بالدليل الرقمي هذا الخبير قد يكون متواطئ أو قد يكون ضعيف الخبرة، فأنا أطلب خبرة ثلاثية أطلب خبرة خماسية، فإذا كانت الخبرة الخماسية أو الثلاثية أو السباعية حتى إذا كانت هذه الخبرات تدل على أن هذا الدليل الرقمي صحيح ومن مصدر موثوق وغير يعني غير متغير في المحتوى، فعلى القاضي الجزائي أن يأخذ به، وإذا لم يأخذ به كان عليه أن يعلل في قراره لماذا لم يأخذ به. طيب إذا بدنا نرجع ونحكي عن التعليقات المسيئة على المستوى الشخصي، نعم. أنا كيف بتعامل معه؟ إذا كان في عندي نزلت محتوى رقمي إجتني تعليقات مسيئة من أشخاص مجهولين وأنا ما بعرفهم، كيف ممكن أنا فعلا أتعامل مع هاي التعليقات؟ وأنا كيف وإمتى بقدر بلجأ للمحكمة؟ إمتى بقدر بعمل ادعاء على هاي التعليقات؟ أي تعليق مسيء إذا كان تعليق مسيء للشخص نفسه، نعم. صاحب الصفحة يستطيع أن يعمل فلترة، مثلا أنا أدمن بهذه الصفحة أستطيع أن أعمل فلترة للتعليقات المسيئة، لكن أحيانا بدون الأدمن غير قادر على السيطرة لكثرة التعليقات وكثرة المشتركين، نعم. فممكن إذا كان مرخص أن يطلب من الجهة المرخصة له أن تعلمه من شروط الترخيص تعلمه بالتعليقات المسيئة فيقوم بحذفها، أي شخص ممكنه أن يعلمه بهذه التعليقات المسيئة فيقوم بحذفها. أما على الصعيد الشخصي فإذا أنا مثلا أساء لي شخصيا أحد الأشخاص، فإذا كنت أعرف هذا الشخص ممكن أتواصل معه عن طريق يعني حبي، إذا لم يقم بحذف المنشور وأستطيع اللجوء إلى القضاء فأطلب من القضاء ملاحقته جزائيا. يعني الأستاذ علي في أشخاص القضاة اللي بالمحكمة هنا نفسهم القضاة اللي بيعالجوا الجرائم الإلكترونية؟ نعم، هناك قسم للجريمة الإلكترونية موجود أحدث حديثا في الأمن الجنائي، يحال المعروض إلى الأمن الجنائي، الأمن الجنائي يقوم بالبحث والتفصيل والتدقيق والتحقيق ثم يتوصل إلى يعني الفاعل ويرسل الضبط إلى النيابة العامة، النيابة العامة تقوم بتوصيف الجرم وإرساله إلى المحكمة المختصة. نعم، يعني من فترة ليست بقصيرة كان في موضوع كتير دارج، يعني يكون مثلا رفقات قاعدين مع بعض عم يتسلوا حديث عام، إذا أحد الأشخاص عمل تسجيل
بهي القعدة. نعم. تسجيل للكلام، للأحاديث، لآراء بعض الأشخاص عن سواء عن أشخاص آخرين أو عن قضية معينة، وتاني يوم هيدا الشخص نشر هذا التسجيل على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. كيف بيكون التعامل؟ هل تعتبر هذه جريمة إلكترونية يجب أن يعاقب عليها القانون؟ نعم تعتبر جريمة إلكترونية. هذا القانون حتى عفوا استاذ استكمالا للقصة، حتى تسجيل مكالمات يعني كمان كان دارجة انه يتم، فخلينا نحكي عن تسجيل المكالمات او عن هيدا التسجيل بالاعداد اللي كانت معروفة. هذا القانون وضع من من من, من نبض الشارع. يعني نتيجة انتشار هذه الجريمة اصبح هذا الموضوع مسيئا. يعني شخص يسجل لشخص مكالمة هاتفي ويهدده بها او يبتزه من خلالها أصبحت مسيء، يعني انتشرت في المجتمع، المجتمع استاء منها، فوضع المشرع، يعني المشرع يضع من نبض الشارع من هم المواطن, من هم المواطن. صحيح. وبالتالي وضعها ضوابط، لا يجوز أبدا لا تسجيل مكالمة، لا تسجيل حديث، لا صور، أي شيء تخص خصوصية الشخص لا يجوز وضعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعرضه للعقوبة القانونية حتما. حتى لو كان التسجيل استاذ صحيح 100%، وحتى لو كانت الصورة صايرة ومولو فيها، يعني ما فيها فوتوشوب ولا شيء، لكن أنا أحتاج إلى رضا الطرف الآخر حتى يتم نشر هذه الصور أو نعم. يعني اليوم القانون رقم 20 صدر لعام 2022، طبعا شمل كل الجرائم الإلكترونية، عرف تماما مفهوم الجريمة الإلكترونية أشكالها وعقوباتها، لكن السؤال إلى أي مدى نحن فعلا على أرض الواقع قادرين أنه نحمي حالنا، نحمي أنفسنا من الجرائم الإلكترونية، وقدي قادرين أنه فعلا نحن نعاقب المجرم بجريمته بهذا العالم الافتراضي، بعالم الشبكة العنكبوتية؟ صراحة القانون 20 كان صارما، فوضع مجموعة من العقوبات وشدد عليها في متن الفقرات في القانون، فوضع عقوبات لكل فقرة، قدح له عقوبة، ذم له عقوبة، انتحال الصفة له عقوبة، انتهاك الخصوصية له عقوبة، فالمشرع حدد هذه العقوبات. نعم. الأدلة الرقمية التي يمكن للقضاء الجزائي أن يستخلصها من مقدمي الخدمة أيضا كانت أدلة منتجة في الدعوة، وبالتالي أصبح لدينا ضوابط ممكن أن نضبط من خلالها الاستعمال السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو للوسائل الإلكترونية. لكن أيضا يمكن ضبط الجريمة الإلكترونية يتوقف على الأشخاص اللي تعرضوا لهي الجريمة، يعني قديهم قادرين فعلا يواجهوا المجتمع، يقدموا ادعاء للمحامي العام حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم. سؤالي القادم أستاذ، يعني في كتير اليوم شباب سواء كانوا صبايا أو شباب عم يسمعونا، عم يتعرضوا لابتزاز من أشخاص مجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هدول الأشخاص قدروا يحصلوا على صور لألون، على مكالمات، تسجيلات، عم يبتزون فيهم. الأشخاص يمكن ما عم يقدروا يواجهوا أو يصرحوا لأنه بخافوا من المجتمع، بخافوا من أهاليهم، فنحن هدول الأشخاص أستاذ علي شو بتوجه لهم رسالة من منبرنا من هون، وشو هي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟ أنا بوجه من هون رسالة لكل الشباب أو خاصة هم الفتيات، يعني الذين يتعرضون لهذا النوع من الابتزاز، أن يسارعوا إلى النيابة العامة لتنظيم معروض وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق فيه. هذا الموضوع لا يمكن التسكت عليه، لا يمكن نحن أن نضعف أمام التهديدات والابتزازات. الشخص المبتز هو شخص ضعيف. صحيح. هو شخص ضعيف يتعامل مع الضحية على أنها ضحية، فإذا ما يعني الطرف الآخر أراه المظهر القوي وذهب إلى النيابة العامة، صدقيني راح يكون المبتز هو الضعيف. وبكثير من الأحيان يعني الشخص اللي عم يتعرض للابتزاز بيوصل لحالة من الضعف، ويمكن في كثير من المجتمعات عم يوصلوا لحالة من الانهيار وأيضا الموت أو انتحار يعني حتى. طيب إذا بدنا نحكي عن بعض الجرائم أستاذ، مثلا مثل ما حكيت حضرتك مثلا الانتهاك الخصوصية، خلينا نحكي عن انتهاك الخصوصية وكيف تعامل مع القانون رقم 20. انتهاك الخصوصية أفرد لها القانون رقم 20 لعام 2022 مادة
على اعتقد كان رقمها 21. قال فيها انه يعاقب بالحبس من شهر الى 6 اشهر وغرامي وضع غرامي مالي من 500 الى 1,000,000 ليرة سورية لكل من ينتهك خصوصيه شخص او معلومات تخص خصوصيه شخص على الشبكه الالكترونيه. فهون كانت هذه العقوبه رادعه. صحيح. جريمة القدح والزم والتحقير الإلكتروني أستاذ؟ جريمة الزم وضع لها قاعدة قانونية وجريمة القدح وضع لها قاعدة قانونية. فجريمة مختلفة عن مختلفة عنها. وفرق المشرع بين الزم العلني والقدح العلني وبين الزم على برا وسائل التواصل الاجتماعي. فقال في الزم يعاقب الشخص من يستخدم الزم على مواقع التواصل الاجتماعي أو بشكل غير علني يعاقب من ستة أشهر يعني الحد الأدنى 6 أشهر إلى سنة من يقوم بالزم على واصل بشكل غير علني. ووضع له عقوبة هذه العقوبة من أعتقد من 300 إلى 500 ألف ليرة سورية. يعني اما اذا كانت بشكل علني شدد المشرع اذا كان بشكل علني وقال يعني تكون العقوبه عفوا العقوبه الاولى كانت من شهر ل3 شهور العقوبه اذا كانت على واصل على بشكل علني تكون من 3 اشهر الى سنه. من 3 اشهر الى سنه. اما بالنسبه للقدح عفوا القدح قال المشرع إذا كانت القدح على وسائل التواصل الاجتماعي لكن بشكل غير علني فتكون عقوبتها غرامي. غرامي. غرامي من 100 إلى 200 ألف. إذا كان بشكل علني تكون عقوبتها من 300 ألف ل 500 ألف تقريبا. وحبس من 10 أيام لشهرين. شهرين. برأيك أستاذ علي قديه هاي العقوبات سواء كانت كغرامات مالية أو حتى كسجن قديه يعني هي فعلا عم تكون رادة على هدول الأشخاص حتى ما يقدموا على هاي الجرائم الإلكترونية وما يكون يعني حتى يكون التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حضاري نحن ما نعتبره أنه هي مجال للتسلية حتى مع الآخرين بشكل يسيء لهم. معظم الناس كانت تعتقد أنه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهم حرية مطلقة فيها. لم يكن لديهم العلم بأن انتهاك الخصوصية أو نشر لصق كانوا يعتقدون أنه شكل عادي شكل ممنهج وكانوا لا يعلمون ما الفرق بين النقد وبين القدح والزم. وخلينا نوضح للأخوة المشاهدين أستاذ. هلأ النقد مصان حق مصان دستوريا ولا يمكن لأي جهة أن تمس النقد لأنه النقد مستقى من قانون الصحافة وقانون الإعلام وهو دستوري ولا يمكن لأي قانون أن يمسه ولا كان غير دستوري. لكن النقد بحد ذاته يجب أن يوجه إلى عمل الشخص وأن يهدف إلى مصلحة عامة. يعني أنا شخص